السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل. برحب بكم في فيديو جديد. هنتكلم في فيديو النهاردة عن تأهيل الرباط الصليبي الامامي بعد العملية في الاسبوع الخامس والسادس. يلا بينا. في خلال الشهر الاول في التأهيل بعد العملية، كان الهدف من التأهيل بتاعنا ان احنا نحاول نقلل الوجع والورم اللي موجود في الركبة، ونحاول ننشط ونقوي العضلات اكتر، ونكون خارجين من الشهر دوما بنحمل بنسبة 100% على رجلينا، وبنقدر نمشي كويس في البيت من غير عكاز ومن غير منزوك، وفي الشارع تبدأ تمشي بعكاز واحد يكون امان معاك. الهدف بقى في الاسبوع الخامس والسادس ان احنا نقوي العضلات وننشط العضلات اكتر، ونحسن الاتزان ونحسن الثبات بتاع الركبة. فهنشوف مع بعض دلوقتي التمارين اللي هنعملها في الاسبوعين دول. يلا بينا. اول حاجة هو تمرين رفع الرجل في الاربع اتجاهات، ونبدأ نحط وزن ونزود المقاومة اكتر. فده التمرين الاول، هترفع رجلك لفوق بالشكل ده كده. هتعمل التمرين دون 10 عدات، 3 او 4 مجموعات، ولازم وانت بتعمل التمرين ده تكون ركبك مفروضة على الاخر. بعد كده هنعمل التمرين الثاني، هتنام على الجنب السليم وتفرد جسمك بالشكل ده كده، وتكون رجلك وجسمك على خط واحد، وتبدأ ترفع رجلك بالجنب بالشكل ده. هنعمل التمرين ده 10 عدات، 3 او 4 مجموعات. التمرين الثالث، هتنام على وشك بالشكل ده وتحط مخدة تحت الحوض، وتبدأ ترفع رجلك لورا بالشكل ده. هنعمل التمرين ده 10 عدات، 3 او 4 مجموعات. التمرين اللي بعد كده، هتنام على الجنب السليم وتثبت بالوضع ده كده، وتبدأ ترفع رجلك اللي تحت بالشكل ده. هنعمل التمرين ده 10 عدات، 3 او 4 مجموعات. بعد كده هنعمل تمرين السكوات بالثبات على الحيطة بالشكل ده. هنثبت في التمرين ده اكتر بقى من 20 ثانية. كنا في الاسبوعين اللي قبل دول كنا بنثبت من 10 ل 20 ثانية، هنحاول نزود المدة اكتر. هنعمل التمرين ده حوالي 4 او 5 مجموعات. وبعد تمرين السكوات في وضع الثبات، هنبدأ نعمل سكوات في وضع الحركة على الحيطة بالشكل ده. هنبدأ نطلع وننزل. هنعمل التمرين ده 10 عدات، 3 او 4 مجموعات. عرفت تعمل التمرين ده كويس، مفيش فيه مشكلة، هنبدأ نعمل تمرين السكوات من غير ما نسند على الحيطة. هنعمل التمرين ده برضو 10 عدات، 3 او 4 مجموعات. ولازم واحنا بنعمل تمارين السكوات دي، لازم الركبة ما تعديش مشط الرجل واحنا بنعمل التمرين. التمرين اللي بعد كده، هنعمل اطالة لعضلة السمانة. هتثبت بالشكل ده كده، هترجع رجلك المصابة لورا، وتفرد ركبك على الاخر، وتحاول تنزل بكعب رجلك على الارض. هتحس بشد في منطقة السمانة، هتثبت في الوضع ده كده حوالي 20 ثانية مرتين. بعد كده هنعمل اطالة للعضلة الخلفية. هترفع رجلك المصابة على السرير بالشكل ده كده، هتحس بشد في العضلة الخلفية، هتثبت برضو 20 ثانية مجموعتين. بعد التمرين ده هنعمل تقوية لعضلة السمانة. هتطلع على مشط رجلك بالشكل ده كده وتنزل. هنعمل التمرين ده من 10 ل 15 عدة، 3 او 4 مجموعات. بعد كده هنعمل تمرين الاتزان. هتقف قدم ورا قدم بالشكل ده كده، وتحاول تحافظ على اتزانك. الرجل المصابة هي اللي هتبقى ورا، وتثبت في الوضع ده مثلا حوالي 30 ثانية، 3 مجموعات. عرفت تعمل التمرين ده كويس، هنعمل التمرين التاني. هتقف على رجل واحدة، وتحاول برضو تحافظ على اتزانك، ونثبت برضو نفس المدة. عرفت تعمل التمرين ده كويس، هنطلع على البالانس بورد بالشكل ده، وتحاول برضو تحافظ على اتزانك. التمرين اللي بعد كده، هنمشي بأستك المقاومة بالشكل ده كده، ونحاول نمشي في المربعات. بعد كده هنعمل تمرين الستيب اب. هتطلع على الدرجة بالشكل ده كده وتنزل. هنعمل التمرين ده 10 عدات، 3 او 4 مجموعات. بعد كده هنعمل تمرين تاني الركبة اللي كنا بنعمله في الاسبوعين اللي قبل كده، ونحاول برضو نجيب رينج اكبر.
بعد تمرين تاني الركبة هنعمل تقوية للعضلة الخلفية ونبدأ نزود وزن شوية. هنعمل التمرين ده 10 عدات 3 أو 4 مجموعات. التمرين اللي بعد كده برضه هو تمرين الكوبري ونحاول نثبت وقت اكتر. وبعد كده تمرين العجلة برضه نحاول نثبت مدة او نعمل على العجلة مدة اطول. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص. اتمنى يكون استفدتم. ما تنسوش اللايك للفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل حاجة بننزلها. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.